وايد منه لما يتمشى على البحر ويجمع القواقع يحذفهم مثل ما انا حذفتهم. وفي بعض الناس ممكن يخلونها ذكرى عندهم في البيت. بس ضيفتنا اليوم تسوي فيهم مشاريع وايد متميزه. تعالوا نتعرف عليها. شفتوها؟ ضيفتنا زهره سليمان. تجمع قواقع، شنو تسوي بهالقواقع؟ تعالوا نتعرف عليها ونتعرف على مشروعها. زهرة شلونك؟ الحمد لله بخير، انت شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، شو اخبارك؟ الحمد لله. كالعادة اليوم جاية تجمعين قواقع؟ اي والله، جاية عندي كم شفنا قطعة فلازم ازينها بالقواقع، فجاية كذي شفت الجو شوية حلو يعني مو كذا حار، فقلت اني قاعدة اجمع قواقع من حلو البحر. يعني تحرصين مثلا بشكل يومي انك تجين الشاطئ وتجمعين القواقع هذه؟ لا مو يوميا، على حسب المجموعه اللي تكون عندي. اذا نقصت اجيبها، اجيب اجمع او اني اشتري من برا بعد. يعني من كذا مصدر اخذ القواقع. من وين جت لك الفكره زهره؟ والله شوفي انا من 2017 الفكره جتني بس ما كانت متبلوره براسي، يعني ما كانت قولي مراسخه بمخي. حلو. بس بعدين سويت كم قطعه فبناتي وزميلاتي قالوا لا حلو تسوين، ففكرت فيها فقمت خلاص اشوف يعني حتى ساعات احط مع القواعد، احط لولو، احط الورد، يعني اشكل قطعه اللي تكون مثل ما فيها حياه. لما تحطين فيها القواعد تشوفين ان هي صارت حلوه، يعني غير الديزاين اللي انت اخذتيه غير ديزاين يصير. تحبين البحر؟ احب البحر عشان كذي استلهم منه افكاري البحر. حلو. القطع اللي انت تتكلمين عنها يعني عباره عن شنو؟ اكسسوارات؟ شوفي في اكسسوارات، في قطع زي مثل عندك المرايات، الفريمات، الصحن شكله كانك مثل ديكور، طول الماي، الزجاج احط عليهم. يعني ما عندي شيء معين ان انا اسوي فيه اقوى، لا بالعكس على اي قطعه عندي اشوف قاعده. انا عندي مشغلي في البيت، عندي قطعه كذي عندها مشغل في البيت، سمعتوا؟ اوكي. اي فشنو اسوي؟ اقعد اطلع القطعه هذه اسوي شنو اسوي فيه؟ شنو اسوي فيه بعدها؟ اقدر اسوي فيها بالقواقع. حلو. يعني يعني من وين تستلهمين افكارك؟ هذه الديكورات يعني من وين خيالك وين يروح؟ والله وايد يروح خيالي. لأبعد الحدود. أبعد الحدود وين؟ ماكو، لا يعني ما عندي حد معين أو نقطة معينة أفكاري تروح فيها. بالعكس يعني من أقول شوفي القطعة هذه أقول لها شو أسوي فيك؟ ساعات أسوي قطعتي على شكل قصة. الله. إي يعني أستلهم قصة أطلعها قصة ما أدري يعني حلو. تطلع عندي شيء كذي. حلو. أعطيها ساعات اسم. زهرة في أنواع معينة من القواقع مثلا مش أنت تبحثين عنها؟ شوفي انا طبعا مع الاسف ان عندي نجم البحر لحد الان ما حصلته، بس شفته هني. والله بس زغنطوطي يعني. لا اي انا لا انا بالكبير، فالكبير عندي شنو قال حق اخوي بيسافر، قلت له لا لازم تشوف لي اياه، لان ساعات هو يجيب لي القواقع من مكان يعني يوني بنات. حلو. زين يعني مثلا ناقصتك قوقعة معينة نلاقيها في شواطئ البحر هني؟ ممكن إيه تلاقينا، بس ما تكون شواطئنا هذه، تكون شواطئ البعيدة. أو تكون اللي أحد مسافر أقول له أنت شوف أنت رايح المكان هذا، لأن أكثر تجين البنات يروحون على شو اسمه على بالشاليهات ما شاء، لا يجيبوا لي فيجيبوا لي معاهم. زين ما تخافين مثلا هذه قطع حساسة، ما تخافين أنها تنتلف؟ شوفي طول ما انت تحافظين عليها بمكان جاف ما تتبل، انت لما تاخذينها من البحر تغسلينها. حلو. اغسلها يوم يومين حتى التراب مال البحر ينغسل يوم يومين تشرب الشمس لغايه ما انها تروح ريحته تروح هذا، فكذي حافظ على نورها وتحافظ على يعني صلابته. انزين في اسماء معينه حق المحار عندنا؟ عندنا اي العوعو والعوته والزبوط وايد وايد اسماء. اي وتشتغلينهم بس ما هم يعني ولا بالاشكال؟
لا بالاشكال لا مو بس هذول، لا بالاشكال اللي عندي موجوده اشتغل فيها. حلو. تحبين الاصداف الكبيره ولا الصغيره؟ شوفي الاصداف الكبيره لها ديزاين معين. حلو. والاصداف الصغيره لها ديزاين معين، والمتوسطه لها ديزاين معين. ممكن تحطين الكبيره مع الصغيره مع الكبيره تطلع لك تحفه حلوه. حلو. ممكن تحطين لا صغيره على حسب القطعه اللي عندك، في قطع تحتاج تكون القطعه كبيره ومعاها متوسطه ما تحتاجين صغيره. في القطع الصغيره اللي بتملينها لا تحتاج صغيره مع قطعه كبيره. ساعه تقلين معاها اللولو فيعني تعطيك منظر حلو. حلو. انزين ايش رايك نجمع؟ حاضر يلا. والله بخاطري اجمع معك عشان اراويك نجم البحر. يلا يلا نجمع. يلا نجمع. هذه بعد. وين هناك بعد؟ هذه بعد كاف. ايكا دي صار صغار حلوين. حلوين صح؟ اي 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 حلوين ينفعون حق ساعات تسكرين فيهم الفتحات. اقول لك ترى في بالش يسمونه بالمشاتل، في بالمشاتل وايد. اي انا اشتقي لها بولي بس مو بالمشاتل، ده المشاتل اروح. اي انا شايفتهم وايد بس هدين لان انا اقول يدلي وبنتي تشيلي بس ما ادري ليه. رجعنا معاكم مشاهدينا من بعد الفاصل، واحنا الحين باستضافة ورشة زهرة سليمان. زهرة احنا طبعا الحين جمعنا قواقع من البحر طبعا ويبناهم ونظفناهم وغسلناهم وغسلناهم. حلو. الحين ونشفناهم ونشفناهم، الحين نبي نشتغل فيهم طبعا. حلو. الادوات اللي المفروض نستخدمها؟ شوفي الادوات ادواتي بسيطه مو معقده وايد. طبعا عندك هذا مسدس الجلو، وعندي المقص، وعندي هذه اللي هي كت ساعات يصير شيء صعب عندي فاقصها فيه. هذه طبعا اغلب ادواتي اللي استخدمها بشغلي. بس ادوات بسيطه ومتوفره بكل مكان صح؟ اي انزين. قبل مره مثلا انت جمعتي او يعني رحتي البحر وشفتي محاره وبطلتيها ولقيتي لولوه؟ لا هذه لا ما هذه ما يا ريت ما لقيت فيها. لا ما لقيتي؟ لا ما لقيت. انزين تفضلين اللؤلؤ الصناعي ولا الطبيعي؟ شوفي هو كل واحد له ميزته. شلون؟ اللؤلؤ الطبيعي ما افتكر تحطينه انت حق التحف مالوتك، لا اللؤلؤ الطبيعي يستخدم في المجوهرات. زين اكسسوارات اكسسوارات ومجوهرات، بس اللؤلؤ الصناعي لا ممكن. او اللؤلؤ المزروع. حلو. أنا عندي لؤلؤ مزروع، يعني لما تشوفين شفتي ما يعني يفرق مثلا الحين هذا؟ يفرق. اي يفرق. أنا اللؤلؤ المزروع شنو؟ هذا مثلا ما يتغير لونه ولا الطبقة اللي فوق. اي الطبقة اللي فوق تروح ما تروح. ما تروح أبدا؟ لا. زين الصنق الحراري هذا اللي احنا قاعد نستخدمه ما يأثر على القواقع؟ لا أبدا، لأنه أوريدي تكون زينة يعني كواليتي من البحر وكواليتيها زين. وبعدين وطبعا تكون مغسولة ومنشفة فما راح تاثر ما راح ياثر عليها. حلو. إيه؟ انزين بالنسبه حق القطعه ايش كثر تاخذ معك وقت؟ شوفي القطعه على حسب الحجم المطلوب وحجم اللي انت بتسوينه، يعني مثل انا هذه تاخذ مني تقريبا بين الساعه والثلاث ساعات. انا ما اول شيء انقي، اول شيء شو اسوي؟ احط ديزايني، انقي حلو هذول واحطهم مع بعض، شنو اللي يناسب بالنسبة حق الحجم. ايه؟ بالنسبة حق الألوان. بالنسبة حق الديزاين والمكان اللي أنا باخذه، هل أنا أخذ صحن كله راح أخذ نفس بس جزء من الصحن. وبعدين أشكل فوق طبعا ياخذ، وبعدين ساعات القطع تاخذ من يوم يومين او ثلاث. والله وايد. إيه والله. إيه لان الفكره تكون نص فكره عندي ف لا منحيها شويه. لان ما عجبتك الفكره ما عجبتني ما احب اسوي شيء وما اتغنى. زين. لان قطعتي تي قطعه واحده. حلو. ما كم ما تكررينها؟ ما اكررها الا لما تعد واحده بنات تقول لي انا ابيها. ابيها القطعه نفس القطعه هذه حلو حقي وحق اختي حق يعني ما تكررين القطع؟
القطع كل بشغلي لا ما اكرره. انزين. الا حسب المطلوب من اللي يطلبونه مني. حلو، مثلا تعطين دورات في هذا المجال؟ شوفي والله انا اعطيت مره واحده دوره. اي. شلون كان ردود الافعال؟ والله حلوه، بيني وبين اللي اعطيتهم دوراتهم كلهم يعني خذوا الشغله خذها، قلت حقك. زين. اي يعني يكون شنو؟ انه شيء سواه بروحه. وشيء يعني شيء طلع من قلبه. حلو. فاقول اخذه حقك هات تذكار. لما تكبر سويته حق تغبز عندي حق اولى ابتدائي وثالث ابتدائي ورابع ابتدائي كذي. حلو حلو. فقلتهم عشان تحطه بغرفتك لما يستانسون. اي لما تكبر تقول والله تتذكر. اي انا هذا سويته. يعني زين وليش ما كررتي التجربه؟ انت قلتي بس مره واحده، ليش؟ والله شوفي يمكن الشغل شويه كذي عندي كان مشاغل في البيت وهذا فوقفت بالنسبه حق الورشات. بس ودك يعني تسوي؟ والله ودي. يعني انا ممكن متفقه معك هالجهه من صديقات عندهم يعني اتصال مع اماكن يبون ورش تسوونهم. ايه. سواء لان انا مشتغل بعد بالورد وبعد من هذول اشتغل فيهم. ايه. ايه. فاذا يبون اقدم حتى لو انا ما يهمني مادي يعني حتى لو اقدمه يعني فري. احنا استمتعنا معك وايد زهره بهالحلقه وبهالحوار الممتع والجميل. اذا حابه تقولين كلمه اخيره تفضلي. والله بالعكس يعني انا اول شيء شاكره لكم بحضوركم يعني واستمتعت بصراحة بوجودكم. وإن شاء الله يا ربي يعني أكون قدمت فكرة بسيطة عن شغلي وعن يمكن الهواية أنا يمكن في غير يمكن إن شاء الله لما يشوف هالشيء هذا وتكون باله ينميها عنده وهذا. وبعدين شاكركم ويعني ما اقدر اقول اكثر من كذي. الله يوفقك يا رب. الله يسلمك. انا طبعا خلصت شغلي اوكي فما ادري شايف. لا حلوه وهذه حاطينها انت حاطين فيها صوره. هذا بالوان نكتب برنامج بيوتي. حبيبتي تسلمين ما قصرتي. وكذي مشاهدينا وصلنا معاكم للختام. دائما اقول لكم القادم اجمل. مع السلامه.